افتتح اليوم المخيم الربيعي لوزارة الداخلية بجوار مقر وزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد بمنطقة صبحان، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. وحضر الحفل كبار قيادات وزارة الداخلية المتقاعدين والحاليين. وأكد الشيخ محمد الخالد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن رجال الأمن هي العيون الساهرة على أمن الوطن، يبذلون كل حياتهم من أجل حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين. وأكد الخالد خلال كلمته على الدور البارز لرجال الداخلية بالتعاون مع المواطنين والمقيمين خلال افتتاح استاد جابر الدولية. إذا كان في من نجاحات في يوم الجمعة، هذا التوفيق من رب العالمين وحضور سيدنا صاحب السمو للموقع، ومن ثم أهل الكويت، الله يبيض ويوخهم، الله يبيض ويوخهم، الله يبيض ويوخهم. أنا الناس كلها مبسوطة واحتفالية ناجحة، والسبب تعاونهم مع الأمن، وشفناها الفريق سليمان، وأنا أظن على الطبيعة من عند البوابات إلى يمكن شافة فتاح وربع اللي عند المواقف، الفرز الأولي الابتسامة على الوجه، الناس جاية تنبسط، فساعدتنا عشان نقوم في مهام، فلهم كل الشكر والتقدير، ونقول لهم من بعد الله على العهد باقون إن شاء الله، إحنا في خدمتكم، أنتوا خليتونا نخدمكم بالطريقة اللي الله وفقنا فيها. وإذا فضل رب العالمين 60,000 في موقع محدود في مداخل مرورية أنتم تعرفونها أحسن مني، فمرت بسلاسة بفضل رب العالمين، وكل شيء مشاعر لأن تعاون أهل الكويت ويانا يعني.